مغرد لها طيب نعم. طيب لا لا قصيده كم اللي بي الثاني اللي يقول طيب الراس ما يرضى الحياه الكسيفه. ابشر. طيب الراس ما يرضى الحياه الكسيفه. طيب لو قضى العمر في عزله وسجن انفرادي. طيب عزمه يزود مع زود الظروف العنيفه وراسه يشوف سكات الزمن شيء عادي. وانت يا العاطل اللي ما لقوا لك وظيفه غير في تبعه الغره وجمع الدوادي، وايش رايك تشرف في الجبال المنيفه؟ انقضى العمر وانت تعيش في بطن وادي، واحد ما يخاف القوم ما من اخيفه، واحد ما صنع له مجد ما لهم عادي، المغامر مثل سهج الحدود المخيفه، من بحور الوهم تظهرك شخص قيادي امتحادي، ولكن شفت في الوضع شيفه، والعرب تنقد اللي في اللزوم امتحادي، نعنب ورابعه بعض النفوس الضعيفه، هي سبب قتله الفطره وكثرة التمادي، يتوجد على بعض النفوس العفيفة، روحت مع مراويح القيم والمبادي، يمكن أبعث وأجدد قصة أبو حنيفة بعد ما عشت صبرا مثل صبر المهادي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. صح الله لسانك أبو فالح. يا رب تبون غزال.